نفى مصدر رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة. وأكد المصدر رفيع المستوى أن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وشدد على أن مصر تتمسك بتوفير كافة الدعم لمواطني القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة. وقال المصدر رفيع المستوى إنه تم إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة الأسبوع الماضي.